لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما بدأناه إن شاء الله، وأرجو وضع الكتاب صفحة 24. نستكمل ما بدأناه إن شاء الله، وستكون المحاضرة ساعة بإذن الله. وأسألكم الدعاء لأنني إن شاء الله سأرزق بمولود في الشهر القادم إن شاء الله. أسألكم الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب، وقفنا في المرة السابقة، هذه المحاضرة الثامنة. نحن الآن إن شاء الله سنبدأ في يعني في كتابي يعني أو سنستكمل شرح كتابي جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاني، يعني من الصفحة 24 في نسخة. أرجو وضع الكتاب. إعراب المضاف إلى ياء المتكلم. يعرب الاسم المضاف إلى، نعم أرجو وضع الرابط وجزاكم الله. إعراب إلى ياء المتكلم. يعرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع سالما في حالتي الرفع والنصب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة، مثل ربي الله وأطعته ربي. نعم. يعرب الاسم المضاف إلى الاسم المضاف إلى المتكلم، يعني مثلا نقول أبي أو أخي أو كتابي أو بيتي، فالاسم هو بيت و عفوا أغلق مكبر الصوت. ما آخر شيء سمعتموه؟ طيب لا مشكلة، سأعيد إن شاء الله. مضاف إلى ياء المتكلم مثل أبي في كتابي. الاسم هو بيت أو كتاب أو أب، وياء المتكلم هي هذه الياء. إن لم يكن مقصورا، ما الاسم المقصور؟ من يستطيع أن يأتي بمثال للاسم المقصور؟ من يستطيع أن يأتي بمثال للاسم المقصور؟ نعم نعم هو سهل، مثل مثلا الأعلى أو الهدى أو العلا،
كل هذه أسماء مقصورة. أو منقوصا الهادي. نعم، فهو يقول يعرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا منقوصا أو مثنى. مثنى مثل كتابان، محاضرتان، قراءتان، أو جمع مذكر سالما. جمع مذكر سالم مثل طبعا المؤمنون، الموحدون إلى آخره. يعرب الاسم المضاف إلى المتكلم إن لم يكن واحدا من هذه الأشياء في حالتي الرفع والنصب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره، يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة. مثلا بيتي، فنقول من يستطيع أن يأتي بكلمة بيتي يعني في جملة تكون مرفوعة. بيتي. وعليكم السلام. نعم، نريد كلمتي. نعم، بارك الله فيك. بيتي نظيف، إذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه نقول الضمة المقدرة منع من ظهورها كسر أو حركة المناسبة أو كسرة المناسبة. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني سأكتب على في المكان يعني الدردشة أو الحوار. بيتي. نعم، بيتي هنا التاء عليها كسرة دائما. لماذا؟ لتناسب الياء، فلا نستطيع أن نقول أن ننطق الضمة أو الفتحة. يعني إذا نطقنا الفتحة فتكون بيت، يعني يتغير المعنى كأنها بيتي شعر. فهذا هو معنى كسرة المناسبة. إذا بيتي نظيف، نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها كسرة المناسبة أو حركة المناسبة. نعم، ونظيف طبعا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذا هناك ضمة ظاهرة وضمة مقدرة. نعم، ونفس الكلام إذا في حالة، يعني إذا كانت الكلمة في حالة النصب، فمن يستطيع أن يأتي بها منصوبة؟ بيتي. نريد جملة تكون فيها كلمة بيتي منصوبة. نظفتي. نعم، بارك الله فيك. نظفت بيتي. من يعرب؟ لا، رأيت بيتا جميلا. خطأ. لماذا؟ لأني أريد بي، ليس بيت فقط. نعم، جزاك الله خيرا على المحاولة. نعم، كيف نعرب بيتي؟ نظفت بيتي. إذا هي منصوبة، ولكن كيف نعربها؟ مفعول به منصوب. نعم نعم منصوب وعلامة، من الأفضل أن نقول وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نعم، منع من ظهورها ماذا؟ لا، ليس التعذر. مثل بيتي نظيف،
نعم، إذا منع من ظهورها اشتغال المحل لا بحركة المناسبة، ليس بحركة ياء المناسبة، هي اسمها ياء المتكلم. إذا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو منع من ظهورها حركة المناسبة. نعم، من الأفضل منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. بارك الله. نعم، وما معنى حركة المناسبة؟ معناها الكسرة. نعم، بارك الله فيكم جميعا. نعم، ومن طبعا الصحيح أن نقول منصوب وعلامة نصبه، لأنه السبب في النصب هو الفعل، يعني هو منصوب بالفعل. نعم، بارك الله. نكمل. مثل، نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الكتاب للأسف، فيمكنكم فتح الكتاب من الرابط والمتابعة في تحميل الكتاب والمتابعة. نعم، مثل ربي الله وأطعت ربي. نعم، ربي الله هذا في محل رفع، وأطعت ربي في محل نصب. الأولى في محل، يعني الكلمة الأولى في محل رفع المبتدأ، والثانية في محل نصب المفعول به. وطبعا نكمل الإعراب، نقول مثلا ربي، ربي الله، نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من بها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون أو على الفتح. طبعا هنا السبب في، يعني ربي الله، يعني طبعا هنا لا بد من فتحها، يعني بسبب التقاء السكن. هنا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نعم، أما في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره على الأصح، نحو لزمت طاعة ربي. يعني هنا خلاف بين النحاة، والنتيجة يعني في النطق ده، لكن اختلف النحاة. نعم، اختلف النحاة، فيعني يقول أن في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره على الأصح، نحو لزمت طاعة ربي. يعني هنا نقول ربي يعني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني محل جر مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طبعا هذا يعني مثلا لو كنا في الكلية أو كنا في المدرسة، بحسب الرأي الذي يتبعه، أو الذي بحسب الرأي الذي يتبعه المدرسة أو الكلية أو الأستاذ الذي يدرس المادة، فيقال يعني الكسرة المقدرة، إذا نقول مثله. إذا قال الكسرة الظاهرة نقول مثله. نحن في الكلية كنا نقول الكسرة المقدرة. نعم، هذا رأي جماعة من المحققين، منهم ابن مالك، والجمهور على أنه إعراب في حالة الجر أيضا بكسرة مقدرة. نعم، يعني نحن كنا على رأي الجمهور مقدرة على آخره، لأنهم يرون أن الكسرة الموجودة
ليست على متجر، وأظن أن هذا أصح والله أعلم. يعني هذه الكسرة هي موجودة من الأصل، ليست بسبب الجر، وإنما هي الكسرة التي اقتضتها ياء المتكئ عند اتصالها بالاسم جري مقدرة، ولا داعي إلى هذا التكلم. نعم، يعني هذا خلاف بين النحاة، كل له يعني كل له حجة. نعم، الأخ علي يقول: ما الفرق بين التعذر والثقل؟ نعم، التعذر مثلا نقول مثلا ينهى، هذا فعل مضارع آخره ألف، فلا نستطيع أبدا أن ننطق عليه الضمة. يعني إذا قلنا ينهى الله، فينهى لا أستطيع أبدا أن أقول ينهى، يعني حاول أن تنطق عليها الضمة، مستحيل. فهذا نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عفوا، الضمة المقدرة منع على الألف، منع من ظهورها، يكون على الواو أو الياء. يعني مثلا يدعو المؤمن ربه، يدعو، أستطيع أن أقول يدعو لكنها ثقيلة، وأيضا أستطيع أن أقول يقضي القاضي ولكنها ثقيلة. إذا في هاتين الحالتين يكون الفعل المضارع مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء أو الواو، منع من ظهورها الثقل. واضح؟ نعم، نكمل إن شاء الله. فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا فإن ألفه تبقى على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف كما كان يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم، فتقول: هذه عصايا، وأمسكت عصايا وتوكأت على عصايا. إذا هنا طبعا سبب يعني التقدير هو التعذر. إذا نقول مثلا: هذه عصايا، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل يعني جر مضاف إليه. نعم، وأمسكت عصايا، من يعرب أمسكت عصايا؟ عصايا، لكن من يكون مفعول به؟ لا، نعم، أنتظر الإجابة. نعم، منصوب وعلامة نصب به الفتحة المقدرة، منع من ظهور التعذر. نعم، وأكملي من فضلك، أو يكون غيرها. نعم، أكملي. يعني عصايا لا تكمل الإعراب، أنت عرفت عصا الياء. نعم، الياء، نعم، ولكن يعني الياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ جري. لا يصح أن نقول مضاف إليه. نعم، جزاك الله خيرا، شكرا. نعم، إذا أمسكت عصايا وتوكأت على عصايا، إذا عصايا يعني أيضا اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة
قدرت على الألف منع من ظهورها التعذر، والياء نفس الإعراب ضمير متصل مبني على الفتح لا محل، عفوا في محل جر مضاف إلى. نعم، وإن كان منقوصا تضغم ياؤه في ياء المتكلم. نعم، إن كان منقوصا مثل مثلا الداعي. نعم، الداعي ف يعني طبعا نقول مثلا هذا بعضهم، ويعرب في حالة النصب بفتحة مقدرة على يائه يمنع من ظهورها سكون الإدغام، فتقول حمدت الله معطي الرزق. إذا حمدت الله معطي الرزق، ما إعراب معطي؟ من يستطيع أن يعربه؟ ممتاز، يعني فقط الموقع نفسه، وأنا سأكمل كيف نقول. حمدت الله معطي الرزق. لا، والله ليس فاعلا، يعني حمدت أنا الله، هو مفعول به الله، لكن ليس مفعولا ثانيا، ولا أظن أن هناك شيء اسمه فاعل ثاني، الله أعلم، لكن لا ليس خبرا، هذه جملة فعلية. هو شيء له ثلاثة أنواع وينتهي بحرف اللام، صارت لغزة. لا، بدل. إذا بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء منع من ظهورها سكون الإدغام. إذا بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء منع من ظهورها سكون الإدغام. نعم، ويعرب في حالتي الرفع والجر بضمة أو كسرة مقدرتين على يائه يمنع من ظهورهما الثقل أولا وسكون الإدغام ثانيا. لماذا؟ لأن يعني الفتحة تظهر على الياء، يعني تظهر على الياء، يعني مثلا نقول رأيت القاضي، لكن نقول هذا القاضي ونظرت إلى القاضي، إذن في حالتي الرفع والجر لا تظهر، لكن في حالة النصب تظهر. إذن هو يعرب في حالتي الرفع والجر بضمة أو كسرة مقدرتين على يائه يمنع من ظهورهما الثقل أولا وسكون الإدغام ثانيا، فتقول الله معطي الرزق. معطي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل والسكون الإدغام. وشكرت لمعطي الرزق. من يعرب لمعطي الرزق؟ يعني اللام حرف جر خبر أم بدل؟
نعم. الجملة الأولى: حمدت الله معطي الرزق، الله معطي، هذا بدل. أما الله معطي رزق فهذا خبر، هما جملتان. نعم. إذا شكرت لمعطي الرزق. من يعرب اللام؟ حرف جر مبني على الكسر، على الكسر، لا محل له من الإعراب. ومعطية، نعم هي يسيرة، ولكن أريد إعرابا كاملا. اسم مجرور، نعم، باللام، علامة جره الكسرة المقدمة بها الثقل، إدغام، ليس سكون، سكون الياء. نعم، جزاكم الله خير. سكون الإدغام يعني الياء فيها، هناك ياءان، معطية. نعم. نعم، ظهر الكتاب. نعم، ستجد، يعني ستجدون ما نشرحه يعني تقريبا عند الخلاصة الإعرابية. نعم، لا بعد هذا، بعد هذا. نحن الآن نشرح في عنوان إعراب المضاف إلى ياء المتكلم. نعم. نعم. والآن نكمل إن شاء الله. ويرى بعض المحققين أن المانع من ظهور الضمة والكسرة على المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم إنما هو سكون الإدغام، كما هو الحال وهو المنصوب، وهو منصوب. قال الصبان في باب المضاف: هذا رامية، فرامية مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نعم، نحن تقريبا قبل هذا بقليل. نعم، فرامية مرفوع بضمة مقدرة على ما ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام لا الاستثقال، كما هو الحال في غير هذه الحالة، يعني لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال. إذا لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال وهو الإدغام، يعني هو يرجح أن يكون السبب في تقدير العلامة وعدم ظهورها هو الإدغام وليس الثقل، والنتيجة واحدة يعني ليست مشكلة. نعم، وإن كان مثنى تبقى، وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها. إذا قلنا وإن كان مثنى تبقى ألفه، ليس تبقى، لأنه فعل مضارع واقع في جواب الشرط. نعم، سأكتب هذه الجملة: وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها. نعم، أنا قلت الإعراب، ولكن من يعرب مرة أخرى تبقى؟ نعم، أخي إبراهيم، لكن في نسخة الـ PDF
النسخة في الكتاب الذي عندي في الصفحة 30، لكن طبعا تختلف النسخ. نعم، كتبت الجملة هنا في الحوار: وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها. ما إعراب تبقى؟ هنا أنا كتبت قول الأخ إبراهيم مجلد. نعم، حاولوا لا تفتحوا، يعني حتى غير الأخت آلاء، يعني جزاها الله خيرا، وأيضا طبعا نريد الأخت آلاء، لكن أيضا الآخرون يحاولون إن شاء الله. لا، يعني هذا الكتاب يبدو أن النسخة مختلفة. نعم، قدر الله ما شاء فعل. لا، ليس خبرا. وإن كان، إن، ما هذه العلامة أو ما هذه الأداة؟ ما اسم هذا الأسلوب؟ إن تفعل خيرا تجده. نعم، أسلوب شرط. إذا تبقى، ما إعرابها؟ نعم، بارك الله فيك. إذا فعل مضارع، ما يعني، هل يكون مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما؟ نعم، بارك الله فيك. إذا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ نعم، بارك الله فيك. حذف حرف العلة من آخره. نعم، إذا فعل مضارع مجزوم، واقع في جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. بارك الله. نعم، نكمل. وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها، مثل هذان أباي. وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم، مثل علمت ولدي. إذا يعني في حالة الرفع في المثنى نقول هذان كتابايا، إذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والياء ضمير متصل مبني على الفتح، لم عفوا، في محل جر مضاف إليه. وأما ياؤه فتدغم في ياء، طبعا في حالتي النصب والجر، فنقول علمت ولدي. إذا علمت ولدي يعني مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والياء نفس الكلام. من يأتي بمثال لمثنى يعني في حالة الجر، نحن جئنا به في حالة الرفع والنصب. هذان، أي هذان كتاباي مرفوع، علمت ولدي منصوب. من يأتي به يعني مجرورا، مثلا كتاباي، كلمة كتاباي، يعني يضبطها الضبط الصحيح، أو يقولها بشكل صحيح، يغير ما يلزم. كتاباي، نقلت من كتابي. نعم، بارك الله فيك، نقلت من كتابي. إذا كتابي طبعا نحن نكتبها، من الأفضل أن نضع يعني شدة على الياء، لأن يعني حتى لا يشكل علينا. إذا تشكيل ما يشكل،
يعني إذا كان هناك ما يشكل فالأفضل ضبطه، والأفضل أيضا في الياء أن نضع تحتها نقطتين لكن ليس لازم. نعم. إذا نقلت من كتابي، نقول اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف. نعم. وإن كان جمع مذكر سالما تنقلب واوه ياء وتدغم في ياء المتكلم، مثل معلمي يحبون أدبي. نعم، معلمي يحبون أدبي. وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم أيضا، مثل أكرمت معلمي. نعم، يعني جمع المذكر السالم مثلا معلمي يحبون أدبي، هي كانت معلمو يحبون أدبي ثم قلبت الواو ياء فصارت معلمي يعني ياء وأدغمت في بعضهم. ولكن عند الإعراب نقول إذا كان مرفوعا فنقول يعني علامة رفعه، يعني معلمي يحبون أدبي، نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، و يعني وهو مضاف، والياء نفس الكلام. نعم، يحبون أدبي. وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم أيضا، مثل أكرمت معلمية. ما إعراب أكرمت معلمية؟ معلمية ما إعرابها؟ أكرمت معلمية مقارن به منصوب على تصدير الياء، لا ليس مثنى. معلمية، هناك فرق بين معلمية ومعلمية. نعم، جمع مذكر سالم، بارك الله فيك. نعم، أكرمت معلمية. طيب، بارك الله فيك. ونفس الكلام إذا قلنا مثلا نظرت إلى معلمية سيكون يعني اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، والياء نفس الكلام. نعم. ويعرب المثنى وجمع المذكر السالم المضافان إلى ياء المتكلم بالحروف كما كان يعربان قبل الإضافة إليها كما رأيت. نعم، بارك الله فيكم. نعم، هل هناك أي سؤال على ما مضى؟ هل هناك أي سؤال على ما مضى حتى ننتقل إلى ما بعده إن شاء الله؟ يمكن أن نحذف يعني هذا الكتاب لأنه ليس حتى لا يشتت الانتباه. جزاكم الله خير. لا توجد أسئلة. هل ننتقل إلى ما بعده؟ لا توجد أسئلة. حسنا، ننتقل إلى الجزئية التي بعدها إن شاء الله.
إعراب المحكي. يعني لا أدري هل يعني سنحاول أن ننهي هذا الجيل إن شاء الله. نعم، تلخيص سريع. حسنا، إذا تلخيص سريع لإعراب المضاف إلى ياء المتكلم، هو يعني له أكثر من حالة. في حالة الأثنائي التي هي ليست مقصورة ولا منقوصة ولا مثنى ولا جمع مذكر سالم، يكون في حالتي الرفع والنصب يعني معربا بحركات مقدرة. عليكم السلام. وفي حالة الجر يوجد هناك خلاف بين النحاة، بعضهم يقول إنه مجرور بكسرة مقدرة، وبعضهم يقول بأنه مجرور يعني بكسرة ظاهرة. وفي حالة المقصور مثل توكأت على عصاي، يكون يعني في حالة الرفع يعني معربا بحركة مقدرة على الألف. نعم، في الحالات كلها يكون بحركات مقدرة على الألف، لكن الخلاف، هناك أيضا خلاف بين النحاة. في حالة النصب تكون بسبب سكون الإدغام، يعني تدغم الياء، أو عفوا تدغم عفوا عفوا معذرة. إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا، فإنها لفه تبقى على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف. هذا انتهينا من المقصور. أما المنقوص فهو الذي تدغم ياؤه في ياء المتكلم، وهناك خلاف بين النحاة. في حالة النصب لا يوجد خلاف. إذا في حالة النصب يكون بفتحة مقدرة على الياء، منع من ظهورها سكون الإدغام. أما في حالة الرفع والجر فبعضهم يقول إن سبب التقدير هو الثقل وسكون الإدغام، وبعضهم يقول إن السبب هو سكون الإدغام فقط. وهذا طبعا إذا كنا في كلية أو مدرسة نتبع الرأي الذي يعني يتبعه من يدرسنا. وفي حالة المثنى يعني نقول هذان كتابي مثلا، يعني في حالة الرفع يكون تبقى الألف على حالها. أما في حالة الجر والنص فتضغم الياء في الياء، فنقول مثلا علمت ولدي، نظرت إلى ولدي. وأخيرا في جمع المذكر السالم تنقلب واوه ياء في ياء وتضغم في ياء المتكلم، هذا في حالة الرفع. أما في حالتي الجر والنصب فتدغم الياء في الياء، ونعرب المثنى والجمع بالحروف. وطبعا ننتبه أن جمع المذكر السالم حتى ولو كان يعني مرفوعا ويكون يعني تنقلب الواو ياء، لكن تكون علامة الرفع هي الواو. يعني معلمي يا يحبون أدبي، يعني نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. يمكن أن نقول علامة رفعه الواو المنقلبة ياء،
ونكمل الإعراب وهو مضاف إلى آخره. فقط هذا هو تلخيص سريع، ولم يكفي الوقت لكي نأخذ المحكي، فنرجئه للمرة القادمة إن شاء الله. هل هناك أي سؤال؟ جزاك الله خيرا، عفوا، شكرا على هذا. هل هناك أي سؤال؟ جزاك الله خيرا. أنا أنتظر أيضا، ربما يكون هناك أحد عنده سؤال. إذا أنا سأسأل إن شاء الله، ما إعراب مثلا نعم هذا سهل، رأيت في منامي 11 كتابا. لحظة واحدة، رأيت في منامي 11 كتابا. أريد إعراب الجملة كاملة. نحن أخذنا هذا الإعراب في المحاضرات السابقة، يعني أخذنا هذه الأشياء كلها. نبدأ برأيت، ما إعراب رأيت؟ لا، هو فعل ماض مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، وفي نعم هذا سهل، في منامي، هذا من محاضرة اليوم، منامي، في ما إعراب في؟ نعم حرف جر، ماذا؟ لا، في آخرها ليس كسرة، مبني على السكون، في سكون المد، إذا في حرف جر مبني على سكون المد، لا محل له من الإعراب، وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. منامي، هذا من محاضرة اليوم، إذا كنتم قد فهمتم فتستطيعون الإعراب. اسم مجرور، نعم، بفي وعدم تجاذبه الكسرة، نعم، الكسرة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ نعم، بحركة المناسبة فقط، هي اسم ياء المتكلم، إذا بحركة المناسبة، نعم، وهناك رأي آخر أنها أنها كسرة ظاهرة، يعني هناك رأيان، نعم، 11 كتابا، 11 أنا سأعربها، مع أني كنت أتمنى أنتم، ولكن لأجل الوقت، 11 يعني مفعول به منصوب مبني على مفعول به عفوا مفعول به عفوا عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، إذا عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. وكتابا سهلة، يعني هل يستطيع أحد أن يعرضها؟ كتابا، حتى نختم المحاضرة إن شاء الله. رأيت في منامي 11 كتابا، نعم بارك الله فيك، نعم، إذا تمييز المنصوب وعلامة النصب فتحة الظاهرة على آخر، نعم بارك الله فيكم جميعا. هل هناك من سؤال قبل أن ننهي المحاضرة؟ مختلف ألوانه؟ نعم، ما الذي قبلها؟ يعني لابد أن تأتي بالجملة كلها،
أو تقصدين ألوانه؟ شراب مختلف. نعم، شراب مختلف ألوان. أيضا قبلها يخرج من بطونها، أو استغفر الله، لست أحفظها جيدا، لكن أظن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان. ربما، لا أعلم. لو كانت، يعني لو كانت الجملة يخرج، لو كانت، نفترض أنها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. نعم، جزاك الله خيرا. نعم يخرج. أنت تريدين إعراب الجملة كلها أم كلمة معينة؟ نعم تريدين شراب. نعم، شراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مختلف نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذا اسمه نعت سببي، يعني يكون من المشتقات. ألوانه ألوان فاعل لاسم الفاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم، هل هناك أي سؤال آخر؟ بارك الله فيكم، وأنا كذلك أشكركم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما تعلمناه وأن ينفعنا به. وأيضا إذا كان هناك أحد عنده سؤال. نعم، بارك الله فيك. وإذا كان هناك أحد، جزاك الله خيرا يا أخي، نعم، الأخت آلاء تقول ممكن الفعل ماذا؟ يعني ما فهمت السؤال. هي اللغة العربية جميلة، يعني إذا الفاعل، نعم الفاعل هو يعني ما، من الذي قام بالفعل، يعني مثلا تقولين جاء محمد، إذا محمد هو الفاعل. والفاعل أنواع، يعني قد يكون مثنى، قد يكون جمع مذكر سالم، قد يكون جمع مؤنث سالم، وفي كل حالة يكون مرفوعا دائما بالعلامة التي يرفع بها هذا النوع فقط، يعني إذا أردت أي سؤال آخر فقول. سبحان الله، عندنا يعني هي أصوات متفرقعات، يعني في الأعراس يفعلون هذه الأصوات، فللأسف الشديد كأنها انفجارات. سبحان الله. الفاعل المؤول، لا هو هناك، يعني هناك شيء اسمه مصدر مؤول ليس فاعل مؤول. المصدر المؤول مثل مثلا أريد، يعني مثلا أريد أن أشرب، إذا هذا معناه أريد شرب الماء. أو مثلا أحب أن أعمل، إذا أريد عمل، يعني أن والفعل المضارع، هذا أحد أنواع المصدر المؤول. نعم، فهذا طبعا يعني هو شيء آخر غير الفاعل.
يمكن إذا كنت تريدين يعني بعض هذه الموضوع، أولم يكفيهم أنا أنزلنا؟ نعم أحسنتي، أولم يكفيهم إنزالنا، هذا يعني التقدير، أولم يكفيهم إنزالنا، وهذا يكون فاعلا يعني يكون مصدرا مؤولا، يعني نقول هكذا، نعرب هكذا. أنا نعم أنا قلت إن أن والفعل المضارع أحد أنواع المصدر المؤول، لكن هناك أنواع أخرى منها هذا، أنا أنزلنا. أنا بعد أن تعربي، نعم بعد أن تعربي الجملة أنا أنزلنا، يعني هي أنا ثم اسمها وخبرها، تقولين والجملة الاسمية مصدر مؤول في محل رفع الفعل، للفعل يكفي، هذا هو الفعل، يعني التقدير أولم يكفهم إنزالنا، يعني لو كانت الجملة أولم يكفهم إنزالنا صار الفاعل إنزالنا، لكن هنا الجملة كلها مصدر مؤول. هل هناك سؤال آخر؟ محاضر في النحو، يمكن يعني لو هناك سؤال في البلاغة يمكن أن تسألي على صفحة المجموعة وأنا إن شاء الله أرد عليك بإذن الله، يعني معذرة ولكن لأن الوقت يعني انتهى تقريبا، فجزاكم الله خير. نعم الرابط يعني حبذا لو، طيب يعني هو نفس الموقع الذي عليه المحاضرة، أو أرسلي لي على حسابي الخاص، ولكن الأفضل يعني على المجموعة حتى يستفيد الجميع. إن شاء الله الدعم الفني يرسل لك الرابط، نفس الصفحة التي عليها المحاضرة، هذه اكتبي فيها السؤال وأنا أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم، لا 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 جزاك الله خيرا، أنا أستفيد. نعم حسابي الخاص حسابي الخاص على الفيسبوك هذا هو سارة حماد، ولكن يعني بالتاء المربوطة عليها نقطتان فقط. جزاكم الله خيرا كثيرا، وإن شاء الله الله أعلم هل سنلتقي في الشهر القادم أم لا، يعني إن شاء الله يعني بظروف الحمل يعني جعلت المحاضرة ساعة والحمد لله أكثر من ساعة، ويعني دعوت يعني أسألكم الدعاء إن شاء الله للولادة السهلة إن شاء الله، جزاكم الله خيرا كثيرا، وإن شاء الله نلتقي عندما يعني يشاء الله عز وجل، جزاكم الله خيرا كثيرا، ودعواتكم يعني دعواتكم يعني لأهل مصر ولجميع المسلمين، جزاكم الله خيرا جميعا على الدعوات و جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.